الله الرحمن الرحيم. هاي الجهود المتوافدة اليوم في ساحة العز والكرامة في بابل، اليوم كلها اجت على مود نطالب ونجدد المطالبة بوطن خالي من الأحزاب، على مود مطالب مشروع على أكثر. مثل ما تشوف انه هاي التوافد اليوم هو يوم 10 كانون، قررنا نطي هاشتاج انه يوم 10 كانون ان نكون او لا نكون، يوم 10 كانون انه نكون او لا نكون بهاي المظاهرات مالتنا. تحياتي لكل شخص مجد هاي الثوره وقام بكل واجب كواجب وطني وانسان على مودها. نتمنى من كل الطلاب وكل المتظاهرين القدوم الى هذه الثوره بافضل ويقدمون افضل او افضل صوره للمظاهرات. وشكرا، واتمنى النجاح لهذه ثورتنا، واتمنى لكل الموفقيه. بابل حركة مليونية من لساحات التظاهر في محافظة بابل، والتي حشد لها المحافظات جميعا كخطوة لتنمية ورد الحركة التظاهرية، وذلك وكذلك الرد على الفتن، وكذلك الرد على الإشاعات التي تطلق على ساحات التظاهر بأنها حركة مدعومة وتابعة لأحزاب أو جهات معينة، وكذلك تم إطلاق حملة يوم 10/1 التي من خلالها تزيد، والغاية من الهدف الوحيد هو زيادة حركة التظاهرات، ساحات التظاهرات. طبعا في هذه الفترة التي في الوقت الحالي تشهد عديد من الصراعات، منها الصراعات السياسية والتي ليس لنا فيها دخل، الصراعات السياسية نقصد بها الصراعات الأمريكية والصراعات الإيرانية في داخل ساحات العراق، ذلك ما أدى سلبيا على المجتمع العراقي. وكذلك المطالب معروفة من قبل ثوار ساحات التظاهر التي تشهد منها من ضمنها ساحات التظاهر محافظة بابل، مطالبها معروفة ومشروعة، والتي ندعو من خلال خلالكم ومن خلال هذه الكاميرا الشريفة ندعو إلى جميع الطلاب والأساتذة والخروج بحشود مليونية مساندة أخوانهم في ساحات التظاهر. كذلك هذه الثورة أتت من الظلم الحجم وحجم الفساد التي وحجم الظلم التي حدث في ساحات في أغلب ساحات العراق. اليوم المظاهرات بابل اليوم التكملة للثورة،
اليوم احنا في ساحات الشرف، ساحات الاعتصام، صارنا عبرة المية، وان شاء الله نبقى نفس مطالبنا ونبقى الاخر نفس فينا. ما يهمنا اي تهديدات، ما يهمنا اي نفوس ضعيفة تحاول باي طريقة تخرب المظاهرات. اليوم اجوا، اليوم هنا اهالي بابل، اليوم الكل طلع، طلاب، اساتذه، النقابه اليوم ويانا، ونشكر النقابه اليوم والتربيه طلعوا ويانا، ونشكر جميع الطلبه، جامعات او مدارس الاعداد، يعني وزاره التربيه. احنا نحاكي البعض، قاعد نقولهم انه احنا طالعين على هدف واحد. يا ناس، اللي يحب العراق يجي ساحات الاعتصام، ساحات الشرف، مو قاعد لي نشرون اتركوا وانتبهوا، خليك انسان واعي مثقف. لا تظل بعض الجيوش الالكترونيه قاعد تخربك، انه تقول لك امريكا داعم المظاهرات. يا اخي العزيز، احنا ما نريد لا امريكا ولا نريد ايران. اللي يحب الوطن يجي لهاي الساحه مال الشرف، مو قاعد له على الانترنت وقاعد يعلق. اليوم البعض كان اليوم شوفوا النساء، اليوم شوفوا النساء، هاي النساء صارت احسن بهواي، مع احترامي للشباب، لكن اليوم اكو نساء ثبتت انه احسن من رجالنا. قاعد جيوش الكترونيه قاعد تقول انه ترامب يدعم المظاهرات. يا اخي شلون دعم المظاهرات؟ مين داعمها؟ اجي راح افتر على الشباب، افتر على الناشطين، افتح محفظات المراوك ايش قد عندهم فلوس، قاعد هنا بيناتنا قاعد نجمع بس على مود تنتصر. اللي يحب الوطن يجي يشوف، يباوع، يجي هنا، مو قاعد بالبيت. يا اخي لا تخاف، يا اخي اطلع. من شنو خايف؟ الامام الحسين طلع 70 واحد، يعني شنو يدري بروحه راح يفوز؟ من يدري بروحه راح يفوز؟ اليوم انت. وشيء ثاني، كلام البعض انه يقول ايران حامت عرضنا، ليش؟ ولد الخايبه راحوا الوسط والجنوب، شنو؟ قلنا ما نريد حصار، لا تطلعون امريكا قالوا تحبون امريكا. يا ولكم ليش كافي غباء؟ كافي، انتبهوا لكم، توعوا الناس وين وصلت. بس اكيد البعض القاعد يريد يرجع الدوام ويقول تأذينا، لا حبيبي احنا كنا طلاب وما متأذين، وشنو استفادينا؟ راح نتخرج ونحت، كنا طلاب جامعات، خليني اقول لكم، مو عبالكم جايين من انا ولد شارع، ترى كلها شرفاء. واشرف من اي واحد جاي هنا، مو قاعد لي على الانترنت وقاعد تسولف لي وتنشر لي مظاهرات فاشله، لا انت الفاشل. اللي يطلع هنا ويجي يباوع ويشوف ضد امريكا وايران، تذكروا اللي يحب الوطن يطالب بس بوطن، لا يقول امريكا فادتنا ولا يقول ايران فادتنا. افتهم يا اخي. شكرا حبيبي. احنا كطلاب جامعة بابل، اول شيء يعني اليوم الحدث اللي صار هو يوم مكمل للثورة، يعني احنا نطلب من الناس ومن الطلاب والمعتصمين وجميع من ضميره شوية حي انه ما يموت الثورة وما يضيع تعب الطلاب، ما يضيع تعب الناس اللي نامت بالبرد، ما يضيع تعب الناس اللي صار لها اكثر من 70 يوم هي هنا بالشارع نايمة وبالبرد وما راجع على أهلها وجاي طالب بحقوقها. احنا كطلاب يعني نتمنى من الطلبة انه ما يخونونا وما يعني يعوفون العهد اللي وعدونا به انه راح يستمرون بالاضراب وراح نحقق مطالبنا. يعني احنا هسه اذا رجعنا للبيت ورجعنا للدوام ما حققنا شيء ملموس، احنا ما حققنا شيء ملموس. يعني اعادة الدوام والرجوع للدوام ممكن يعني تؤدي إلى قتل أكثر من اللي انقتلوا هسه، لأن الأحزاب حتسيطر عليك. يعني أنت شكو واحد أنه تجاوز على حزب أو جاب اسم فلان أو فلان، ممكن أنه راح يقتص من عنده أو راح يقول له أنت ليش حكيت عليه، ليش هيكي، راح يقتص من عنده. وإذا تقولون إحنا نريد نوقف النزف مال الشهداء، فإحنا متأكدين أنه يعني إذا ماتت الثورة حيموتون أكثر وحيقتصون من أكثر، وحتصير احتمال مجازر جماعية من قبل الأحزاب، لأن الأحزاب حترجع السيطرة علينا من جديد. احنا نتمنى من الطلبة الاستمرار، انت ضيع سنة من عندك ولا ضيع 10 سنين انت بدون تعيين، تظل سنة مثابر على انه تحقق فتشي ملموس، ولا انت تظل الدوم مهان، تدور تخرج، تدور واسطة، تريد تروح الوزير وتريد تروح في سبيل انه تتعين، انت ضيع سنة من عمرك، ماكو شيء يجي بالهين. وماكو مطلب، خاصة شغلة الوطن، يعني أنت تريد وطن ودولتين عندك محارباتك، عندك دول الخليج كلها محاربتك، مستحيل أنت تريد بيوم يومين. يعني أكثر الطلاب سيجون يقول لك آه والله صار لك 3 أشهر أنت ما سويت لي شيء،
زين انا اسوي لك شيء انت تريد بثلاث اشهر، وانت اذا الدول اللي بصفك مجاورتك هي محاربتك، اذا انت بعض من الطلاب يقول لك انا والله جاي اتعلم، زين انت جاي تتعلم، شنو اللي متوفر لك بالتعليم؟ وشنو البيئه المناسبه للتعليم؟ شنو المتطلبات الدراسيه المتوفره للتعليم؟ شنو تعرف انت باكر عقب اذا تخرجت وين تروح؟ زين انت ليش ما تفكر بهيك؟ وين السياده مال بلدك؟ وين الوطنيه؟ وين الوحده؟ يعني احنا بهاي التظاهرات نريد كل شيء، نريد الوحده، نريد الوطن، نريد السياده للبلد، نريد تعليم زين. انه انا ما طلعنا انه والله حتى ما نداوم، يعني لا لس بالكم انه احنا طلعنا حتى والله نضرب عن الدوام انه تبطر من عندنا او ما نريد نداوم، لا بالعكس والله العظيم كل احنا نتمنى نداوم، وكل احنا نريد نرجع للدوام حتى نخلص، حتى نتخرج، حتى نشوف حياتنا. احنا ما طلعنا يعني تبطرا من عندنا انه نريد والله ها نظل نايمين بالبيوت، لا بالعكس كل احنا نتمنى نرجع نداوم، بس نرجع نداوم بشنو؟ ترجع الدوام وين؟ من تخلص دوام وين حتروح؟ من تتخرج وين حتروح؟ وين البيئه المناسبه لك؟ وين 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 التعيين اللي مضمون لك؟ وين يعني لازم اني مستقبلي مجهول، انا حاليا مستقبلي مجهول، انا يعني هسه اضل اداوم والله ها ادور تعليم، يعني انت من تدور تعليم شنو اللي حتحصله ورا ما تكمل 4 سنين ولا تكمل سادس؟ يعني رجاء فكروا بيها، اتمنى يعني من طلبتنا من متظاهرينا من جميع مواطن عراقي عنده ضمير حي انه ما يحاول يقتل هذه الثوره، لان احنا صار لنا 70 يوم بالبرد وقاعدين هنا بالشارع تاركين اهلنا، تاركين تعليمنا، تاركين دوامنا، تاركين هواي اشياء، مو تبطره من عندنا، لا والله احنا رايدين وطن. اليوم ندعو جميع اخوتنا الذين لم يخرجوا ولم يشاركوا في هذه المظاهرات وهذا الزخم المليوني ولم يسجل اسماءهم في تاريخ هذه المظاهرات الى مساندتنا غدا. اليوم حاول الاحزاب ضرب هذا اليوم بشتى الطرق من قبل الجيوش الالكترونيه، من قبل الدعايات التي بثها، من قبل الاخبار الكاذبه التي بثتها الجيوش الالكترونيه حول المتظاهرات. حرب المظاهرات مع الاحزاب حرب خاسره للاحزاب. المظاهرات مع الأحزاب، المواطنين لديهم وعي عام ضد الأحزاب، والجميع يعلم أن هذه الأحزاب فاسدة، لذلك أي حرب بين كفتين تكون الكفة الأولى للأحزاب والكفة الثانية للمتظاهرين، المنتصر الوحيد هو المتظاهرين بعون الله، وهذا شيء متأكدين من عدة لكون وعي الشارع وعي راقي، الناس لديها وعي إعلامي قوي، لديها وعي فكري قوي، ناس تشتغل توعي المتظاهرين حول الدعايات الإعلامية اللي صارت. نحن الآن سلميين حتى آخر رمق فينا، نبقى بسلميتنا وننتصر. اليوم الزخم المليوني كبير ليس له حدود، ما شاء الله فرحين جدا بهذا الزخم وهذه الأعداد الهائلة في بغداد، في البصرة، في بابل، في محافظات الذيقار والنجف وكربلاء والواسط، يعني أعداد ما شاء الله جدا فرحين بها، لم نكن نتوقع هذه الأعداد. أغلب الدعوات اللي نلاحظها الآن من قبل الأحزاب أو جيوشهم الإلكترونية يسوون مثل حضر استفتاء لبعض الطلبة اللي مثل يسم أفكاره بفكرة معينة أنه لازم ترجع للدوام، لازم مستقبلك راح يضيع. سؤالي الوحيد اللي هو أوجهه للطبقة السياسية أو للطلبة اللي هم طبعاً بعدد الأصابع اللي يحاولون يرجعون الدوام، سؤالي البسيط هو هل أنت من راح ترجع للدوام راح تضمن مستقبلك وتضمن مستقبلي وتضمن مستقبل الباقين؟ هل أنت ضامن تعليم جيد بمواصفات عالمية؟ هل أنت ضامن تقييم الجامعات العراقية يدخل ضمن التقييم العالمي؟ هل أنت ضامن أنه مدارس جيدة للأطفال، مدارس نموذجية للأطفال، تعليم نموذجي، مناهج نموذجية؟ هذا كله ما موجود بصراحة. يعني إحنا البارحة رحنا على مدرسة جيدة وطلعنا كل طالب بيه 5، باوعنا أنه حتى سألنا المدير قلنا له دول الطلبة يداومون، أنت ما تشوف المي اللي موجود حالياً
مي امطار تارس الشارع مال المدرسه، شلون الطلاب يجون شلون هذا، ما فكرت بمستقبلهم. حتى المدير ظل صافن ما قدر يجاوبنا، وعفنا ورحنا رجعنا. فتشوف مواقع مؤسفه، حال مؤسف، بس العالم ما اعرف شنو اللي دا يصدر من عندها بدون وعي من عندهم، بتوجهات تحريك قوي وتسميم الافكار من قبل جيوش الكترونيه. يعني تعرف شغلها كل زين، ضابطه عملها، ضابطه دعاياتها، ضابطه باي وقت تطلع الدعايه اللي تريدها. يعني ابسط شيء، قرار وزاره التعليم العالي قررت انه لازم يطلع الدوام يوم 12/1 اللي هو يوم الاحد. اغلب الطلاب رافضين هاي الفكره، يعني جمله وتفصيله. اخذوا لهم كم طالب يقولون احنا الطلاب نزلوا جدول، وطلاب تريد تعال انت ساحه التظاهرات، شوف اي طالب اللي يريد دوام، طالب اللي طالع يطالب بحقه. حتى اللي ما جاي ساحه التظاهرات من قبل البنات او اخوتنا اللي ما قدروا يوصلون لساحه التظاهرات، هم مؤيدين بالاضراب قلبا وقالبا معنا. والدليل تلقى الساحه متروسه بالطلبه من جميع الجامعات، من جميع الكليات، وبكل المراحل يؤازرون اخوتهم اللي موجودين بالخيم والموجودين بالساحه بكل الوقت. نحن نبدأ من منطلق العصيان المدني الذي ابتدأ بعد يوم 1/10/2019، وانطلق من خلال التظاهرات الكبيرة التي طالبت بالحقوق الشعبية، الحقوق المشروعة في العراق. طبعا كل مشروع يحتاج إلى ثورة شبابية، ثورة طلابية، إلى عصيان مدني يشمل جميع مفاصل الدولة ولا سيما الطلاب. الثورة الحقيقية تبدأ من الطلاب. طبعا اليوم استوقفني احد الاخوان، ما هو الفرق بين التظاهرات والاحتجاجات والعصيان المدني والثوره؟ الاحتجاج التظاهرات تبدا وهو الحراك الاول، اما الاحتجاج يكون بعد ان تقوم جهه معينه بظلم المجتمع العراقي او جهه معينه بظلم مجتمع معين يبدا الاحتجاج. أما المنطق الثاني بعد الاحتجاج وبعد تنفيذ مطالب الاحتجاج ينتقل إلى العصيان المدني، وهذه نقطة معينة، وإن لم تتحقق ننتقل إلى الثورة. ونحن الآن في عز وعطاء الثورة العراقية التي بدأت من يوم 1/10 أكتوبر، والآن نحن 10/1 في كانون. طبعا المشروع الاستعماري التي جاءت به الأحزاب حقيقة هو مشروع استعماري، انتهاك خيرات البلد، الظروف اللي تمر به اللي يمر به العراق من مآسي حقيقة هو من خلال استعمار تحزبي جاء به الاستعمار التحزبي. ونحن إذ نقوم ضد هذا التحزب وضد هذا الاستعمار الذي جاء بنهب هذه الخيرات من هذه البلاد. نحن في وضع دولة، في يعني القرار يكون عندما يكون قرار من الدولة يتصدر هذا القرار ويذهب إلى اللا دولة. اللا دولة أقصد هنا الأحزاب. الأحزاب تعطي القرار بحيث تكون الدولة لا مشروعية، باعتبار المشروع الحقيقي هو للا دولة المتمثل بالأحزاب اللي تحكم العراق من سنة 2003 إلى هذه السنة. فنحن الطلاب في جامعة بابل وفي العراق جامعات العراق نقوم بثورة حقيقية ضد هذا أقول الاستعمار التحزبي الذي جاء منذ عام 2003. Thank you.
دقيقة خبرت وقف. احنا اخوان